فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عندنا حلقات لتحفيظ القرآن الكريم تقوم بالمراجعة في يوم من أيام السنة، ويسمون هذا اليوم يوم الهمة، هل تجوز هذه التسمية؟ يوم الهمة، فهل تجوز هذه التسمية؟ وهل هذا الفعل مشروع، تخصيص يوم للمراجعة؟ تسميته بيوم الهمة لا أصل له، لا أصل له، وش الهمة؟ وأما أنهم يخصون يوم للمراجعة فلا بأس بذلك. نعم.